حديث الكل الايامات هذه على العوده المدرسيه، كيفاش شفتها انت؟ مصاريفها باهظه مش باهظه؟ التونسي اليوم قادر انه يوفر لصغيرات وكل لوازم العوده ولا لا؟ لا نحن انا الواحد يوفر الكراتب غاليين، الكل شيء غالي، الدنيا غاليه على الشهر اللي فات علوش العيد، فهمت؟ توها اللي شاري ثلاثه كراتب الكرتبه ب 60 دينار، هاي الكرتبه ها شاري ثلاثه كراتب الكرتبه ب 60 دينار يعني، فهمت؟ هذوما 180 دينار ديجا كراتب برك، الطابله برك تكلفت 180 دينار، غبار طبليات غبار اكتبهم غبار حوايجهم غبار واحد، فهمت؟ والله العظيم الشك والربي وكهو لما حال، والحمد لله وكهو. وش نقول لك اكثر من هكا يعني اليوم كيفاش باش تتعامل؟ يعني انت عندك ثلاثه صغيرات يقراو، قداش مخصص لهم باش يرجعوا؟ والله مخسر يمكن 500 ألف أقل شيء. 500 ألف هم اشترهم وخذت منهم كرتلوات باش يكفيهم؟ إيه 200 ألف كرتلوات و 200 ألف كتب، ويمكن ناخذش منهم، كان فضلت ناخذش منهم هكا حوايج ولا سروال ولا منادل وطابليات وكتب واحد، هذاك هما أقل شيء 500، هذا يعني حاجة لازم في اللازم، يعني ما ثماش حاجة باهية يعني وكهو، فما حاجة يعني دوب دوب يعني حاجات ككبر، والحمد لله وكهو حسيرو. صعوبات وجفات اكثر ما متاخ هاك تشوف برشا صعوبات وبرشا واحد، هذوما ثلاثه صغار يقراو، فهمت؟ والله غريبه كنت 200000 كراتب، 200000 كراتب برك، وزيد 200000 كتب، وزيد طبلياتهم، وزيد منا، وزيد من غادي، وزيد والله العظيم شيء مهول، خصم الرب وكهو، فهمت؟ هذه البلاد كيفاش وليت البلاد قبل، فما بينما قبل فهمت 200000 دخلهم الكل كراتب وبنادل وحوايج وكل شيء. شو عامل له؟ بعدك ما تعمل له حد شيء، اللي عنده يقرا اللي ما عندوش يشد الشير. كيفاش؟ اللي عنده يقرا واللي ما عندوش انه بطال. في الشوارع النشله والسرقه والفساد هكا، ولا تونس ولا غريب جدا وماشي للاسوء. فهمتني؟ ماشي للاسوء. انا عطيت خويا في الصحيح وانا غير متفائل. والله نتصور كالعادة ما فما حتى شيء باش يتبدل، فما غالية حسب ما مشيت توا هبطت باش ناخذ الصغار فهمني الأدوات فهمني غالية غالية. ما قدرتش عليها أنت؟ ما قدرتش شهار، كيف باش نقدر؟ شهار شهار وما قدرتش تعرف اللي ما فماش شهار وفما ناس ما عندهاش شيء؟ وفما تو كيف هي أنا نقولوا الحمد لله مستورة فهمني، ما فما غيري اللي ما عندوش، غيري اللي ما عندوش شنو باش يعمل؟ كيف باش يقري صغار وكيف باش صعيب ياسر على خاطر ظروف العباد تعبة وكل شيء تتلز، خاطر كوش وحليب وصغار وكرا وعلوش ودخت مكتب، صعيب ياسر باش توفر. صعيب ياسر. شنو لازم؟ طلب الدعم من الدولة ولا كيفاش بالضبط؟ ولا شنا الدولة تقف لك الزوالة اللي ما عندهمش، فهمت؟ وربي شنا يوفق البلاد ويوفق الجميع بحول الله، ما ثم كان الخير، فهمتني؟ ما نتشائموش ياسر، فهمتني؟ والكتب وهالكرارس وهالقلمات موجودة في الشوارع، أي سوم تنجم تاخو كتب وكرارس راهو ماشي، فهمتني؟ تعدت عليه برشا مراحل صعيبة، رمضان، كورونا، عيد الأضحى. لا لا هذا كله مازال قادر إنه ميزانية تونس حاجات من عند ربي سبحانه وتعالى ما نتعرضوش به، فهمتني؟ بحول الله ما ثم كان الخير كما قلت لك، الأولاد الكل يقراوا بحول الله ثم كان الخير، نسبقوا الخير نحن. بالنسبة للتونسي اللي عنده ثلاثة وأربعة صغار، فهمتني؟ وهو معناه يعمل يخدم عامل يومي ولا حاجه ما يوصلش، خاطر برشا مستلزمات وبرشا متطلبات وبرشا شروط كبيره باش تنجم يدخلوا صغار يقروا، خاصة في الأرياف، اللي يسكنوا في الأرياف صعيب عليهم برشا العودة المدرسية، خاطر تلقاه العائلة معناها هي أصلها عائلات معوزة، فهمتني؟ وتزيد تقري صغار وتدخل في مشاكل كبيرة ويولي أمور ذهنية مش صعيبة، فهمتني؟ ما نجمش توصل، ويا ريت معناها حد معناها يوصل. أنا عندي صغير مريض وصل لعمره توك بريسك قريب 8 سنين، ما حبوش يدخلوه لا هاك لا هاك، ما حبوش يدخلوه يقرا، معناها يلزم هذه تونس معناها اللي تقري معناها تقري معناها حتى التعليم هو حاجه اجباريه تتلهى بصغارها تونس وهذوك هم المستقبل وكل شيء، توصل الانسان مثلا في صوره ما انسان مريض
الطفل مريض معناه ما ينجمش يقرا، ما يهزوش مثلا، خاصه في اللي يسكن في الريف بعيد شوي، لا ينجم يقرا ولا ينجم يعمل حتى شيء ولا ينجم يعدي ولا ينجم كل شيء في تونس، معناها كل شيء بعيد على بعيد على المستوى، ما نشوف في المستوى تونس واللي يحكموا في تونس واللي معناها الماخذين مراكز القرار في تونس، بعاد كل شيء بعيد كل بعد على المسؤوليه. شيء طبيعي، شيء طبيعي، معناتها كل شيء معناتها غالي طويك. بقى الانسان شو يقول؟ قول ربي يسهلك وربي يعيننا وربي معناتها يجرح على الصلاح. وهذا هو المعطل اللي نجم يقوله الانسان. على درايه بثمن الادوات المدرسيه؟ انا نعرفها، نعرفها الناس الكل، الكراسه باك الحسبه والكتاب باك الحسبه كل شيء، لكن ايش عندهم؟ هذا حسب السوق، هذا حسب السوق، حسب المنتوج وحسب اللي ذمه وحسب التكاليف. خنسموكم حتى خنسان تو يعمل حاج من ذي راسه مو عنده تكاليف، التكاليف الكلفه هذيك هي كلفه تزيد في الكلفه، ما فيها حتى ما فماش حتى نقاش في هذا جمله واحده. شنو طالب انت بخصوص العوده المدرسيه؟ والله طالب المساعده، هيك المساعده بالفقير هو في الزوال اكثر ولا اقل، هذا هو المساعده ومعناتها وراعي معناتها بالاخوه وراعي معناتها للانسانيه، الانسانيه فوق كل اعتبار. تونسي ما عادش قادر حتى على باش ياخذ قوت اولاده، فيما بالك باش قادر على العوده المدرسيه؟ هذه سؤال معناها مش في بلاصته. التونسي اليوم قاعد يعاني في معاناه اليمه، قاعد يتالم ويتوجع على الوضع السياسي المتردي جدا والاوضاع الاجتماعيه المترديه جدا. فهمت؟ تفضل. اليوم تكاليف العوده المدرسيه باطع في رايك؟ يعني على درايه انت بالاسوام؟ بالطبيعه انا ملم بالاسوام، الاسوام باهظه جدا، والشهريات معناها ما عادش توصل حتى لشيء، ما عادش توصل. نعرف الموظفين الكل في تونس تو الكل في الاحمر، كل فمش موظف واحد يقول لك مانيش في الاحمر، مانيش عامل افونس، والوضع السياسي متردي جدا وما همش ملمين بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، هما عاملين اللامبالاة يلوجوا كان على المناصب والكراسي، فهمتي؟ ما همش لاهين بالوضع الاجتماعي المتردي هذايا باش يوصلنا الى معناها الله ما لا يحمل عقباه. نورمالمون ما تقلقش، خاطرش مرت الفتره بتاع كورونا ونجم يكون ثم اعجاز في الفتره هذه، تخلي سبب من الاسباب معناها تولي توخر مع العوده المدرسيه. ثم اسباب معناها اسباب الكورونا، معناها اسباب المرض، ما تكونش اسباب اخرى، هذه من الاسباب. التكاليف العوده المدرسيه ومصاريفها باش تكون ثقيله على التونسي اليوم ولا لا؟ ربما تكون ثقيله. اي يعني عندك فكره على سيوم الكتب الادوات؟ بارابور مع عامين التاليه عملوا السنين التاليه ثم اسوام طالع مش كيف تو، برشا ناس معناها الزوالي ما عادش يخلط، اللي عنده عائله اللي عنده خمسه صغار سته صغار يقري فيهم ما نجمش يوصل، زادت الاسوام بشكل رهيب بارابور ارجع على ديزون التاليه مش كيف، هذاك خلت تخلي المواطن ما يقدرش على برشا حاجات معناها. سيرك تخزنش باش نحكي لك تو، كل شيء غالي كهو ما ينجموش. ما ينجموش، لازم الدوله تعاون شويه تو، معناها كيف انا مقيم برا في لانتري هذه، معناها كل واحد يعطوه 200 اورو، بس ما فيه 200 اورو باش يشري الحوايج وباش يركب في البيس وباش، مي هنا تخزر الامور ماهيش، ويلزم مع الكورونا مع برشا حوايج، صعيب شويه، صعيب كي كان باش نحكوا على تونس الصباح ما نكملوش، فهمت؟ يعني في الخارج يعني يعطيه اكثر من 200 اورو وغيرها باش يوفروا باش يسهلوا العوده في تونس، لازم يعطيه. لا باش نعطيك للشيفر بالضبط 490 اورو كل صغير على الانتري، خاطي معناها الدوله واش تعاون قبل في الفيروس هذاك، في الفيروس كل واحد يعطوه 150 اورو في الشهر وامهم يعطوها 100 اورو، مي هنا وين هو هنا؟ صعيب شويه صاحبي. مش نهرب بك شويه على السؤال هذا، ما يسالش شيء. خويا شوف، الحق تونس احنا بلاد اسلاميه، وكل الكلام البذيل
معاش حشمه، معاش قدر، معاش احترام، وديما يلزوه الامن، الامن تعب ياسر، الامن يمشي الصباح باش يخدم، مي في العشيه ما نعرفش يرجع ولا. انا نوجه نداء للسيد رئيس الدوله قيس سعيد، يلزم يقفل صباته برك، ما يظلمش وما يرحمش. ولدي يسمع رانا ما نعرفش بالحق، صعيب صعيب ياسر الوقت هذا صعيب.